كوثر. مساء الخير عليكم. الله يبارك فيك. شكرا على المصطفى. بارك الله فيك لاله كوثر. اسمحوا لي على هذه المكالمه الليليه، انا اصلا ماشي مرتبكه ولكن جد سعيده بزاف باش نهضر معكم. مرحبا. ونهضر مع كل خوتنا المغاربه. مرحبا. انا ما عرفتش كيفاش نبدا ليك. مرحبا. ولكن كيف ما كيقولوا ممكن انا نتكلم وانت نسولك الكلمات نسولك. مرحبا اختي كوثر، اش من بلاصه انت في السعوديه؟ انا في الرياض. الرياض، انت في العاصمه؟ الرياض. دابا سميتي دابا عندكم الخمسه ونص ديال الصباح. بالضبط بالضبط. ولكن غدا الجمعه ما شاء الله، يعني الاطفال كيكونوا نايمين وكيتسناو غدا، حنا كنصحوا باش نصليو الجمعه وهكذا ان شاء الله. يعني عندنا ويك عند جمعه والسبت الحمد لله. الحمد لله اللهم بارك. اول حاجه بغيت نقول لك شكرا بزاف. مرحبا. انا ما كنتش كنعرف البرنامج ولكن عرفته في يوتيوب. دابا انا خمس سنين كنسمع لكم، يعني 24/24. مرحبا. ودايره عليكم اشتراك، يعني اي حلقه كتمشي ليا كتجيني. مرحبا. وكنقول لكم شكرا بزاف. يعطيك الصحه. كنستافد منكم بزاف. مرحبا. كنستافد من بزاف الحوايج. انا ما عرفتش شنو بغيت نقول لكم. كوثر او كلام. نعم كوثر. شحال السن ديالك دابا انت يا كوثر؟ السن ديالي انا من مولد 1983 بالضبط. 83. ودي مشيتي شنو هي الظروف اللي خلاتك تمشي للسعوديه؟ لا انا قبل ما نمشي للسعوديه انا تزوجت وانا عمري تقريبا 16 عام. تزوجت من المغرب. تزوجت واحد الزواج كان ماشي حكا سميتو الزواج، يعني كان غصب عليك. نعم ما كانش بالغصب عليا، ولكن انا من عائله يعني نقولوا حنا تما زيرت وهكذا. يعني من نوع البنات يهضروا مع الرجاله. كان واحد النهار مشيت انكاسي مع صاحبتي، شربنا قهوه، تعرفنا على واحد جوج الناس كويسين. انا مشيت لدارنا وهذيك البنت صاحبتي كانت تدير الكوميرس. كوميرس يعني كتبيع ادوات جميله وهذاك الشيء. المهم هذاك اللي ولا من بعد راجلي عطاه واحد المبلغ مادي اللي هزيل، نقولوا عليه 200 درهم ماشي هزيل. المهم انا كنتكلم معك بكل صراحه وبكل تلقائيه. اوكي. الله يكبر بك الله يكبر. المهم عطاته الرقم ديال البيت ديالنا، يعني النمره ديال دارنا. اتصل بيا نهار ثاني جاوبت امي، جات امي بحال كاع المغاربه، شدتني من شعري قرصاتني. شكون هو هذا اللي كتهضري معاه هي؟ وانا كنقرص الكاترياماني يعني فهمتي ما كنعرف لا الرجال لا والو. المهم قالت لك امي مادام كتعرف الرجاله شكون هو هذا خينا هذا؟ ما كنعرفو ما والو. تكلمت مع امي، تكلم مع خويا الكبير، داروا معاه في واحد القهوه، جا عندهم هو. ما نقدرش نقول لك عليه شكون هو اصلا. انا حتى ذاك النهار يعني جالسين في قهوه شربت جيدونو ومشيت بحال هادي. فهمتي عرفتي ديك اللي كتجلس من القهوه، يعني من كتجلس من المكان اللي كتقرا فيه وكتشرب قهوه ولا كلاص، يعني العقل ديال الصغار فهمتي 15 بابليس. المهم مي قالت لك ممنوع تكلمي مع شي واحد وكذا. المهم تصل ام ديالي، امي ردات لي يعني بطريقه شويه نقول لك قاصحه صليبه حلقه. بالضبط. حنا مولفين في هادشي. قالت لي شكون انت وعلاش تعيط وهادي وهادي وزعما وصدعته، ولكن ماشي بكلام بنادي. المهم قطعت عليه. لوندومان عيط مع شي ربعة العشية. تسمعني اخي مصطفى؟ طبعا كنسمعك كوثر. الله يكبر بك. جاوبها قالت لي امي الله يخليك ما بقاش تطلب هذا الرقم. قال لها اسمعي الله يخليك الله يجازيك بخير، انا بغيت تكون معقول ومن دوله خليجيه تقريبا من نفس المنطقه اللي انا فيها. المهم جا عند الاهل ديالي، وكيف ما قلت لك احنا من الناس اللي ما زرتش يعني ممنوع البنت تهضر ولا تتكلم ولا ولا اي حاجه. مشيت الام ديالي، مشى الاخ ديالي معها، ومشيت انا لابسه واحد الجلابه واحد الكولار،
درسنا واحد الكافي ما نقدرش نقول لك سميتها. المهم اسمح لي انا كنقول لك لي ديتاي ولا درت شويه. لا ماشي مشكل ماشي مشكل الله يكثر فيك. تفضل. المهم جلسنا في هذيك الكافي تكلم مع الام ديالي الاخ ديالي قال لهم سيمونيا راه غدا غادي نجي نعرف عليها شويه راه انا بغيت نتزوج بينكم. الام ديالي اصلا ما كتعرفش لا كيف ما كنقولوا لا على الصد لا على اليمين فهمتيني كاين شي حاجه من باب الدار الحركه. المهم جاهم راه كانت حاجبه ما نقولش لك عليها ما نقولش لك على واحد الصفه ما نقولش لك عليها ما الصفه ديال واحد الشخص جد ملتزم وداك الشيء اللي بغاو الاهل ديالي وانا كنت يعني ماشي الانسان ماشي على كيشكر نفسه ولا الحمد لله حنا تقريبنا كلنا مغاربه وكنفتخروا بها حنا كنا مغاربه فهمتي كنا عفوا معقول الناس مزيانين وكذا سواء القاري ولا ماشي قاري الحمد لله على هذا الشيء. المهم كتكلم مع الاهل ديالي قال لهم راه عندي واحد جوج سيمانات هو كان عايش في امريكا بالضبط وقال لهم غادي نجي من امريكا باش ندير معاه العقد. المهم عطوني جوج سيمانات جاء الاخ ديالي مصطفى جاء عند الاهل ديالي قال لهم راه بغيت ندير معاه عقد وزواج وكذا ولكن راه بغيت نديها معايا لكندا يعني من امريكا لكندا. المهم الاهل ديالي يعني دوروا في دماغهم الام ديالي على نعطيك واحد النقطه الام ديالي يعني اسمح لي على الكلمه ولكن انسانه اميه فهمتيني اميه ما قاريه ما والو ولكن الاب ديالي هو اللي قاري كل حاجه فهمتي داك الشيء مش قاري حنا شويه بحال بابانا. المهم يعني الاب هو اللي كيتكلم حنا الام ديالنا كيف ما كنعرفوا حنا كعائلات مغربيه كيعرفوا يطيبوا ويقابلوا وليداتهم وهذا وهذا ولكن الاب هو اللي مش نقولوا مسيطر او كذا وكذا ولكن هو اللي عنده الكلمه الاولى والاخيره في الدار. المهم انا باش نقول لك باختصار المهم انا كيف ما كيقولوا ما عرفت حوايجي ما عرفت الدار ما عرفت المكياج ما عرفت لا نقيش العراق ما كنعرف حتى حاجه وممنوع عليا نسال حتى حاجه. المهم ما عرفتش راسي ما بين صح وليله كيفاش جوج في هذاك الشخص. جا هذاك الشخص من دوله خليجيه جوج بيا دس معاه الدار ضرب معايا واحد نقول لك واحد تقريبا ما كايناش ثلاث شهور من بعد مشى من بعد جا من بعد مشى كرا واحد الدار. المهم مشى داني معاه وانا ما كنتش كنعرف شنو هما شي حاجه سميتها الوراق راه كيف ما قلت لك حنا من عائله يعني ماشي مسألة ماشي على محافظة ولا أنا إلا قلت لك أسي مصطفى أنا إلا بغيتي أي حاجة تسولني عليها ولا أي كلمة ولا أي سمية ولا أي كنية أنقولها لك. المهم يعني اسمح لي أنا كنتكلم يمكن بالزربة بس كنختصر لك أنا عارفة الله يكثر لا ماشي مشكل ماشي مشكل لا بالعكس وحاولي كاع ما تكلميش أنت سريعة باش نقدروا نسمعوك حتى أنت مرتاحة عافاك الله يعطيك الصحة والله يا سيدي لا مرتاحة غير أنا ما بغيتش ندير جيكم لا 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 ما كاين لا ازعاج لا التفاصيل والله لا مو نتاعي ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل مستعد انا عندي الوقت ولكن يمكن ما يكونش الوقت لا عندنا الوقت احنا في الرياض باقي عندنا الوقت احنا كنبقاو مع الناس حتى الوقت متاخر من الليل ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك مرحبا ولا جنود الخفاء اللي كاينين مرحبا لله خذ وقتك احنا مازال حتى المستمعين هكا مرحبا لله مرحبا المهم جو واحد الزواج سريع من بعد انا ما كنعرف كيف ما قلت لا حنا ما عرفت لا ماكياج لا والو هز حط عرفت راسي جوج واحد خينا سعودي المهم هو كان في الاول متزمت وانا بالنسبه لي واحد الطفله ديال يعني ماشي نقول لك بنت بس لا الطفله ديال 15 عام اي باش تجي ودير لها كلشي تقطع من فوق تلتحت ولا وانا يعني من عائله جد محافظه ولكن يعني ما احنا ما كانش عندنا الحريه ولكن كانت عندنا الحريه ديال القرايه يعني كيف ما قلت لك انا الام ديالي ما قارياش ولكن الاب ديالي قاري احنا يعني قاري من الناس اللي الحمد لله متفتشين وهكذا وهكذا
المهم الأخ ديالي مصطفى جا داك الراجل الزوج ديا حملت معاه من درت 7 شهور زاد بحالاته زاد بحالاته وقع واحد الظروف في العائلة ديالي ممكن نقولها لي؟ لا بلاتي بغيت نسول دابا كيف زاد بحالاته واش زاد ما خلى اثار ما خلى هذا ولا هضر معاه قال لك انا جاي ولا لا 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 اخي لا اخي مصطفى كان كاري دار مأتتها وقبل ما يمشي جا عند با وجا عند امي وقال لهم راني غادي نمشي عند عائلة السعودية وغادي نجلس واحد الصوار ورجع ولكن كيف ما قلت لك انا عندي واحد الاخت ديالي عايشه في فرنسا شفتات واحد البيرجمون المنظمة قالت لهم باش تجيو لفرنسا انا ما سولتينيش انا نقول لك بالضبط حنا شكون حنا بالضبط اربعه ديال جوج الاولاد واربعه ديال البنات في البيت ديالنا اللي ولدنا با وامنا انا يمكن راه الاب ديالي راه كيف معايا انا تكلمت معاك حنا قبل هذه الحاله مرحبا انا بغيت نتكلم ما عرفتش خدي شوف اختي الله يعطيك الصبر خدي الوقت ديالك الكافي واحنا معاك الله يكبر بيك مرحبا ايوا المهم اتصلت هذيك اختي بامي وبا وقالت لهم خاص شفتات لهم بيرجمون باش يمشيو عندها لفرنسا يديروا فاكونس اييه جات الام ديالي ومسى الاب ديالي معاها وخلوا خوتي اللي هما صغار معايا كانوا اطفال واش انا طفله يعني 16 عام راه طفله غير انا طفله يعني وحامله عندي 6 هذا هو الفرق وي المهم الفرق هو ماشي كاين الفرق المصيبه الكبرى يعني طفله غادي تحضن الاطفال اييه وغيكبروا هذوك الاطفال وهزه معك هذه هي المشكله راه انا عندي قصه كبيره مرحبا بك مرحبا بك يعني مرحبا بك والله ما علاش ملخص ما لا لا ماشي مشكله ما بحال داكشي اللي كبرنا فيه مرحبا يعني كنا في الاول كيعطيك الاستاذ تيقول لك قول المقدمه والعارضه والخاتمه واو ولكن شنا رقيصه والله نحلو يا مرحبا بك اختي كوثر مرحبا مرحبا ايوا كبر بيك لا انت المهم الاخ ديالي مشات الام ديالي مشى الاب ديالي بقيت حامله انا بالصور جمعت شويه كاملين دوك الشيء اللي كنا فين ساكنين انا والراجل الاخر مش هذاك الراجل السعوديه جيت انا لدارنا في انسيا مدينه مدينه قديمه يمكن قطعه ماما انا قلت لك انا كوثر واللي غيسمعني في مدينه قديمه اكيد كيعرف المهم جيت لدارنا حضنت ماشي نقول لك عمني ما سحبني انا دوك خوتي انا حضنت على ولادي لان اصلا انا عندي 16 عام خويا اللي كبر مني عنده 20 عام وزوج اكثر مني فهمتي سوا بقي لاصق مني سوا بقي كيقرا وانا اللي جيت من القرايه واختي صغر مني حتى هي بحنين وولد خور حتى هو خويا حتى هو صغر مني بحال سنين ودريه هي صغيره عندها 5 سنين فهمتي لكن حتى واحد خويا مصطفى لكن حتى واحد انتوما بكم سته انتوما بكم سته شنو سته حنا اربعه ديال البنات زوج ديال الاولاد البنت وحده هي اللي كانت مزوجه في فرنسا وبقى عايشه في فرنسا يومين هذا هذيك اختي الكبيره المهم خويا مصطفى ماشي غنقول لك الفقر ولكن مشى با جلس اربع ثلاث شهور رجع ما جابش امي معاه انا قلت لنا ماما خاصها تجي زعما امي راه قال الاولاد قال لي انا لي 16 عام خاصه انك انت حبله في الشهر السابع واقيلا يمكن كنت وي وي السابع زعما ماما وكيفاش ندير انا كيفاش نتهز كيفاش نتحط ما كنعرفش شنو بيبي اسمح بكل ما كنت عارفه داك الشيء اللي كطيبو ماما داك الشيء اللي تعنى انا يعني ما تما كنغسل الخضره مقطعه ماشي كتحط يدك في الطعام فهمتي حتى تكبري وعاد شكون تعبني شي حاجه كبر منك المهم خي مصطفى ما جاتش امي جا غير با كي با فيني امي قالت لي بابا راه امك غادي تجلس واحد العام المهم انا جاني واحد ان شوك انا ما كنعرفش شنو هو ان عام
انت قلتي بلي جات مع قلتي غادي تجي مع الوالد وصافي نتسناهم قد ما جلسوا. اي انا جالسة كنتسنى ماما وكنتسنى بابا غادي يجيو بجوج زعما لي مشاو في لومواد اوت وغادي يجي صافي غي واحد 3 موا يضربوا فاكونس تقتي ويجيو. اييه با جا المهم جات ضربات مع بابا تمايا و مهم نوضوها تمايا شوية راه قلت لك راه لي ديتاي بزاف. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل كوتر عافاك الله يعطيك الستر. عارفي راسك باللي انت كتكلمي معنا وانت واخده راحتك الله يعطيك الستر كوتر. عارف انا راه كنهضر مع ماشي بحال عندي واحد الله العظيم اسمح لي على الكلمه ولكن بحال ان بسيكياتر ديالي. الله يعطيك الخير لله. الله يكبر. المهم سمسطا جا الاب ديالي تما جوج قال لك لا راه ماماك خاصها تكمل العام باش دار لي بابي. انا حيت كنت شويه من النوع اللي كيهضر انا اصلا من النوع اللي كيهضر كيتناقش كيف ما كيقول. انا فهمتي انا الا شفت البيض وتقول لي لا كحل نقول لك لا راه هذاك البيض الله يخليك. فهمتي ونبقى نتناقش معاك ونقول لك راه بيض ولا وريني ترتي. هون قال لي بابا راه ماما غادي تجلس وغادي دير لي بابي. بابا علاش غدير لي بابي هاد ماما وعلاش مشات تجلس تمايا وحنا كلشي وما حنا كلنا باقيين صغار كلنا باقيين صغار كلنا شي واحد كبير. ويا هذا اختي اللي صغر مني انا عندي 16 هي عندها 15 اللي صغر منها عندي 10 سنين والصغيره كاع عندها 5 سنين زعما وانا حامله ونصانت عندي 6 شهور زعما شي حاجه الى فولي والكبير فينا كبر مني انا ب 20 عام انا عندي 16 عام وعنده 20 عام فهمتي؟ قلت لي بابا دابا اشنو قال لي لا راه ماماك قالت لي غد وشنا من نوع كيف قلت لك راه الاب ديالي يعني من نوع ديال تميزيغ الجنوب ولكن للاسف كوثر كتنقطع مكالمتك من المملكه العربيه السعوديه ونتمنوا ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو تواصلك باش نقدروا نسمعوا كيفاش الوالده ديالك جلست في الظروف اللي جلست فيها في فرنسا ورجع الوالد ديالك بوحده وشنو هي التطورات اللي طبعت الحياه ديالك. لكن اللي عرفنا انه زواجك الاول كان على 16 عام. شنو هي الوضعيه ديالك دابا اللي كتعيشي؟ واش عندك وليدات؟ شنو هو الظرف الخاص اللي انت كتعيشي؟ هذا هو اللي الاخت كوثر وغادي ناخذ معايا الاخت كوثر من المملكه العربيه السعوديه. مرحبا. مساء الخير خويا مصطفى. تحياتنا لك ليلى طيبه ليلى. ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك ومبروك عليكم هاد العواشر وهاد الشهر الكريم. الله يكرمك ليلى بارك الله فيك. يدخل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالصحه والعافيه. ان شاء الله تذكرتيني اخي مصطفى وانا كنعرف عندك دقيق ذاكرة يعني تبارك الله عليها جيت حادة. الله يكرمك. اتصلت بك شي شهرين شهرين هذي كنت عيطتي لي في الاخر الحلقة. نعم هذا هو الواقع. وي كنت يعني كنت مزوجة والتعليقات ديال الناس قالوا لي بانك ما كملتيش وما استرسلتيش بسرعة بالكلام. نعم انا من بعد ما تزوج ومشى داك الراجل كانت عندي 15 عام. انا تبنيت هذيك الاخوات ديالي اللي هما بالضبط خمسه ديال الاطفال مش خمسه ديال الاطفال يعني خمسه ديال الاخوات ديالي. من بعد كيف ما قلتي وانت كنتي كتمنى تقولي واش الام ديالي جات ولا مشات. الام ديالي ما جاتش للمغرب اخويا مصطفى. دابا انت عشتي مع وليد وهذوك يعني كيفاش الاخوان دابا انت 15 عام 15 عام ولكن مش دانس عليهم ولكن كيف ما كنقولوا احنا المغاربه. لا دابا باش الناس اللي ما سمع لا الناس اللي ما سمعوناش يعاودوا يعاودوا معنا البوح ديالك. نعم معك اخويا. انت منين بغيتي تبداي لنا البوح ديالك؟ واش من التجربه ديالك انت قبل ما تمشي للسعوديه ولا في الفتره اللي مشيتي لها؟ لا انا الحمد لله يعني ربي كياخذ ليك ولكن كيعطيك كيعطيك بزاف. الحمد لله كيعطيك على قد نيتك على قد قلبك على قد كل حاجه. مزيان مزيان. عاودي لي عاودي لي بوحي لنا عافاك الله يعطيك الخير.
فتحينا قلبك وقولي لنا زعما القصة ديالك. نعم باش نكون معك صحة مفتوحة ومفهومة. نعم اخويا انا جوز واحد الراجل ما عرفتوش، جوز الوالدين، جوز بيا وولدت واحد البنية مشى بحالته وهو من دولة خليجية. لا لي هذيك البنية الام ديالي شات اقدار مشات لاوروبا. عند الاخت ديالي كانت تجلس مع فاكونت بعد جلسات وكانت متفقة مع الوالد ديالي، ولكن الام ديالي من مشات بقاو معايا خمسة ديال خوتي الاكيل اللي كبر مني وانا فانا بحال قلت الوسط وصغر مني بزاف. ما قلت لك هذيك المرة انا بقيت حاضنة عليهم حاضنة عليهم كل ما كتشتوي الكلمة. نعم. كل ما كتعني الكلمة. نعم. من بعد عام ونص خطبت جوج المرات جوج الناس من نفس الدولة خليجية. ما فيش لاش نقول لك علاش انا ما فيش مش ندك ناس يقول لك لا زوينة ولا لا زين زي العقل زي السماء زي القلب ربي كل واحد وصف احنا مغاربة ربي كيكرمنا في كل حاجة. جاب لنا الله الأول بقى معي واحد الراجل العام مزيان ولكن كانت عنده واحد الظروف خارجية ما يقدرش يجوز وهكذا. جاء الله هذا الراجل الثاني الحمد لله بحال قلت عوضني بكل حاجة. نهار جا يخطبني قال لي اش بغيتي؟ كان بغيت والو، انا بغيت هاد الخوت ديالي يكونوا معايا وبغيت نتزوج معاك على سنة الله ورسوله وبالوراق. خلاتهم لك الوالده ومشات؟ لا خلاتهم هي ماشي مشات، خلاتهم هي مشات 3 شهور. ولكن الوالد ديالي زعما الله يخليه لينا انا عزيز عليا وكل شيء ولكن هو ودوك الناس ديال السوء عرفتي دوك الناس اللي كيوصلوا لك لي ميساج ديال فابور كيبقاو يوصلوا للوالده ها دار ها فعال ها تراك وهذا الشيء. حنا انا ما كنتش كنعاود لامي حتى حاجه. المهم باش نكون في اختصار هذوك خوتي بقاو معايا ماشي بقاو معايا يعني تشتني ديال بصح. جا واحد الراجل ولد الناس جوز معايا بعقد طريح بكل حاجة انت يمكن جيت السعودية وعارف هذا الشيء. جوز معايا ولكن كان عندي شرط واحد اني ما نجيش مع هذه البلاد نجربوه واحد 3 سنين مدة 3 سنين فقط. قال لي يمكن كم مشكل قال لي علاش قلت له حتى انا كان عندي واحد الماضي ومبغيتش نتدرب حدا في الماضي وما نقدرش حتى بس مع ذاك الراجل 3 سنين الحمد لله مشيت منه كل خير. هزني وزاد خوتي كان هذا واحد من شرط من شروطي. انا ما بغيت لا عرس لا ذهب لا 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 انا بغيت راجل يكون ماشي نقول لك ملتزم دينيا ولكن كيعرف الله كيخاف الله كيصلي وكيصوم بحالي بحال الناس. شنو دار معايا؟ قلت مع واحد 3 سنين في المغرب مش منه كل خير كيشرب عليا كيصرف على خوتي ضرب 3 سنين ولدت الوليد الاول ولدت البنيه الثانيه. قالوا لي الناس راه مين تبغي تولدي عفقتي بالله لا طلبتي الله شي حاجه ربي غيجيبها وشربي ما تزمزم. داك الشيء اللي كاين 2008 فلو مارس جات هذه البنيه ومان مارس جات هذه البنيه مع هذا الرجل هذا. نعم هذا الراجل هو اللي بقى عايش معاه ليومنا هذا. نعم لله طلبت الله ديك الطليبه جاب الله ما عرفتش من رزقه. جات الوالده دارت الوريقات. نعم ولكن من جات الوالده لقات وضع تغير كليا يعني 180 درجه. كيفاش هذا الوضع اللي تغير كليا 180 درجه؟ انا نقول لك بكل صراحة يعني وسمح لي على الكلمة هذه ماشي وقحة ولكن صراحة أنا من النوع اللي كنت كنجيب يعني أنا سمح لي على الكلمة ممكنش مش نقول خدامة كنقول مساعدة منزلية ولا مدبرة منزلية. مرحبا لله الله يكبر بك الله يكبر بك كنجيب شي وحيدة تساعدني سياد الناس جميع على وجه الله سياد الناس ولا لية الناس راه هما اللي كيخدموا الناس الشيء اللي كاين خدموا القوم سيدهم أيا لله كنخدموا على وجه الله هذا هو هذاك الشيء اللي كاين
كنجيب وحيده كتعاونني في الدار. جبت واحد الوحيده مهم فقيره وكاع فقره حنا لوجه الله. هي مع باش كانت ميزه مهم هي كبر مني بعامين والوالد كبير شويه من مواليد 1982 وانا فجأة عندي قلت لها قلت لها الله يخليك شحال الوالد ديالك؟ 1949 يعني 49 وي 49 اخويا قلت لها اسمع بنتي اختي جي راكي غتقول فيها تساعديني غير انا وياك كنساعدو حنا بجوج ولكن هذا راه الوالد ديالي امي كاينه وما نقصم حتى حاجه امي راه مبقى لها والو تجي زعما بلا ما يكون بيناتكم لا علاقه ولا شي حاجه حتى الوالد ديالي الله يسمح ليه امين. كان شويه كيتقرب من نسا فهمتي وانا كنت كنحاول ما نقدر باني الكلام ما كيوصلش لمي ما نقدرش نوصل داك الشيء لمي حيت غير راه تعصب على والو. كيفاش واش هو كان عايش هنا واش هو كان عايش هنا في ديك الساعه في المغرب؟ كان عايش في المغرب اخويا كان عايش في المغرب وهي عايشه تما وهي عايشه تما وهي عايشه عند اختي فرنسا بقات معاها وانا شاده الدراري كاملين من مسؤوليتهم من كل حاجه. وعلاش؟ يعني هو علاش على قلبي وما عرفتش علاه اليومين هذا علاش مثلا تقول لي علاش ما عنديش جواب ما عندكش لا ولا تعرف اخويا صافا هكا كان ما عرفت 15 عام انا يا صافي مشات امي انا شديته ما قدرتش نخليهم ما قدرت ما قدرت وصافي وكبروا وكبرت كل شيء تبارك الله الحمد لله كبرت كل شيء وكبر كل شيء وكبر على طاعة الله وتا زيد كل شيء وتا ما خليت شي واحد زعما ضاع ولا خسر ولا وانت عارف شويه زعما الدراري كيكونوا صعاب والناس هما كيكونوا صعاب الحمد لله كل شيء ربي قدرني عليه. عاد زيد على البنيته ديالك اللي كانت معك؟ لا هذيك البنيه الكبيره بالضبط من غير هذيك البنيه هذيك البنيه مشى باها وخلاها ليا. اي راه هذيك عرفتها خلاها عندها عام هذا الشيء اللي قلت عندها عام وزاد بحالات. اي وما سي مصطفى مي جا هذا الراجل فاش قلت لك انا قلت لي ما بغيت والو وقال لي انا خديت واحد الدار شريت واحد الدار ايوه انا علاش شريتها؟ شفت ما بغيتش يوقع لي بحال الاول حيت الاول هذاك الراجل زوج بيا ولكن بقيت زعما مع الواليد وديور الكرا فهمتي وخلى لي هذيك البنت اشنو واش بنادم يولي يدير شي حاجه موسخة على قد البنت واش شربها كاس ديال الحليب ولا شي حاجه مين جا تزوج بيا هذا الراجل قلت ليه شوف انا ما بغيت لها هذه هذه غير قال لي انا قبر الحياه وراه قبر الحياه راه بيني وبينك الله انا راه قبر الحياه شوف راه ما قلتش شي هاد الوليدات فهمتي بنتي وولادك اللي هما جوج وراه ما قلتش حتى خوتي وربي غيجازك عليهم ويجازيني عليهم راه بلا ما نجلسوا حنا نتحاس هو من شاف هاد الشيء وشافه ما نقولش قلبي مزيان ولكن حتى هو ولدنا مشى معايا في هذا الموضوع المهم من بغينا نشريو هذيك الدار هذيك الدار دايره 40 مليون الوالد عاوننا ب 15 مليون جا عندي الوالد قال لي حد الدار غتكون في سميتي قال لي با واش نعطيك قلت لي با عطيه ولا كان شي حاجه غتاخذها من عندي انا كيف ما كتعرفني انا زعما موسو كيتذبح ما كاينش كلام قال لي با هاكي عطاه 15 مليون الراجل مشى ضرب بالصوره هنا جاب 15 مليون زيد عطيتها للوالد قلت لي با ما بيناتنا حساب قال لي سيري بيني وبينك الله صافي وسي خديتهم واخا انا بيني وبين الله زعما ولادو هادو وما كيصطاش فهمتيني؟ اه واخا كان كيبقى فيا الحال زعما ما نكذبش عليك اخويا مصطاف نعم كيبقى فيا الحال زعما ولادو هادوك وبنادم ما كيعطي والو وكي كنقول هادوك لا هما ولادو راه تا هما خوتي بقينا بحال هكاك جاب الله ديك البنية الراجل جاب الوريقات قال لك سمحي لي جا عندي في 2008 شو قلت البنية
قال لي كوثر كي نعم قال لي زعما زعما عرفتيني وفهمتيني وما بقاش بيناتنا شي حاجه خايبه بس انا كنعرفك من 2004 ومجوجين على سنه الله ورسوله وشفتي كلشي صافي غنمشيو بحالاتنا السعوديه لهنا الرياض زعما ما بقى فيه شك قلت لي هي ما قلتش حتى شي حاجه ديال الخايب حقك هذاك ما كاين اخويا مصطفى سمعتك لالا قلتي واخا انا غنجي معاك انا اللي ما قلتش المشكله انا نهار بغيت نمشي للدار من ما عرفتش واش من سوء الحظ ديالي ولا ربي بغى هادشي كانت تدرك ليا لاكارت ناسيونال وحطيت الدار بسمية با من كثر الثقه ديالي فيه وحات الوالد ارى شي مصطفى غنخلي الوالد يتصل بكم مرحبا غادي يتصل بك مرحبا لانه يعني انا علاش نتصل بك حيت وقع واحد الجيفه واحد خصمه واحد القصوحيه لا ماشي مخاصمه مستحيل انا نخاصم الاب ديالي ما كان ولكن كيبقى داك الجيفه بيني وبين ما عرفتش شنو نسميها ولكن جيفه جفاء جفاء بيني وبينه وهذا الشيء ما قدرناش نصلحو ما حتى هو واخا كيجي كيبوسني كيعنقني تقول لي انت يا بنتي الوحيده واخا شنو طرا شنو طرا بينك وبين باك انا نقول لك حطيت السميه ديال الدار ديالي بسميه الاب ديالي حتى هو يعني اب ديالي ما كاينش واحد غادي يثق الا في الاب ديالو فهمتي يا اما في سميتي يا اما في سميت الاب ديالي راجل قال لي ما عندكش لاكارت نديرها في سميتي قلت لا وقال لي ما نثقش في يدك انا ما نثقش حتى حد من بعد الله با يقدر ما يلوحنيش ولكن حتى الله اعلم تقدر تقول لي بحال راجلي المهم الله يسمح لي الله يسمح لي من هذه الكلمه انا ديك الساعه يعني دري ديال 20 عام ما عرفتش شنو اي لانك انت تقرصتي المره الاولى ديال بصح ماشي تقرص تقرص ديال بصح تعضيتي المره الاولى جيت وجدك واحد جراتوي صابور الحبل تولي تخافي منه اخويا جا جوج بيا لا ورقه لا جوج زاد الحلال الحبل يولي بالك حنش داكشي اللي خلاوه قال لك اللي يشرب من من اللبن كيبان لي الزبادي فهمتي كتجي تاكلي دانون كيبان لك بحال الصوفه ما تحبك اي حرقك داكشي اللي وقع ليا المهم قلت لي الدار نحطها بسمية با من لاكارت ناسيونال ديالك كنقلب على توتر صافي راه سمية با حطيت الدار بسمية با نهار بغيت نجي لهنا في 2008 قلت لي بابا قال لي نعم قلت لي دابا راه عندي الدريه الاولى ودابا والده جوج من هذا الراجل وغدا نمشي بحالاتي وتبارك الله تزوجتي بمراتها وولدتي معاها دري على قولة الله دابا وكبر دابا تيولد عندنا ان شاء الله با الحمد لله الجردل عندنا قلت لي با ما كنعرفوش كميات كنيشية ما عرفتش الدنيا شنو كاين وراه الفلوس هذوك راه كيعميو النفوس كي هو كل دا حق حقه والراس راه قلنا نتحاسبو كيف كبر رجع لي هذيك الدار ديالي رجع عليا وانا ماشي بوحدي وعندي الدريه بلا اوراق وهادو قبل اوراق ولكن راه انا عندي دريه بلا اوراق والمشكله هذيك الدار اللي جالسين فيها جالسه فيها خوتي كاملين وعلاش ما كانش ورقه واش الاب ديالها يمشى ما طلقكش وما قدرتش لا هو اصلا كنقول 15 عام امازيغيه يعني داك الشيء اتفاق بينه وبين با انا ما عرفتش حنايا شي حاجه سميتها الوراق وداك الشيء تاع نهار ولدت عاد عرفتي بلي راه ما كاين حتى شي حاجه عاد بس عرفت بانه داك الشيء انا قلت لك انا ما شفت لا حنا لا عرفت لا والو داك الشيء ممنوع تهضري فيه فهمتي صافي جوجي جوجي علاش حتى
قال لك انت فاخره وانت العقليه ديال الناس ديال الكبار كيخافوا عليك. ام ديالي وبا كانوا كيخافوا ولكن ماشي بديك الدرجه انكم انا حتى جات واحد الوقت ماشي لمتهم صدمتهم كنت نقول لك بالكلام. نعم دابا شي 4 سنين جلسوا قدامي بجوج وعطيتهم كلام قاسي فهمتيني. كلام قاسي جلستهم في الدار وقلت عليهم. أمي ما تقبلت ولا با تقبل ولكن هذه حقيقة حقيقة ما هذا قلت لهم هذه شي حاجة كانت في قلبي من عندي 15 عام علاش درتو بحال هكا. أمي قالت لك كنتي فاخرة وزوينة وما عرفتش كيفاش كيقولوا لك ولا ماشي كلها فاخرة وزوينة ونقدر نجي نحطها واخا حطيني حبيبة حطيني بالوراق واخا انت يا أمي ولكن باركاري يسقاري ماشي مهم علينا كلاوة الكاميرون مية خسارة وخمة شي خسارة. المهم خاي مصطفى جيت مع هذا الراجل هنايا قلت له بعثك رجع لي الدار بسميتي قال لي ما نقدرش نرجع عليك راه راجلك كيتسني 7 المليون خاصو يعطيني 7 المليون. درت مع راجلي قلت له شنو 7 المليون من 7 المليون وبشوية كيقول لك 15 مليون قال لك لا راه 15 مليون شوية 7 المليون بقينا في هذه المشكله بحال هكا. كنتي عطاك راجلك 15 مليون عطيتيها لوالديك؟ عطيتها الوالد ولكن قال لك با لا 15 مليون انا ما خديتهاش حيت هو خدا فلوس قالت لا خصك تعطي. المهم طمع طمع طاعون اخي تكون كتابه زعما. اذا تدينت بقيت معاه بحال هكا. المهم ما بقيت انا وبا هضره مني مني منك مني منك قلت دابا شنو بغيتي قال لك عطوني 7 المليون في واخا انا كنت شاريه واحد الطوموبيله تما 6 المليون حطها بسميت الوالد قلت لي هادي بسته خودها خداها عطيتهم مليون في جوج مليون جوج حتى تنقول لك مرض بالقلب جوج المرات وما تلقاني غير انا واختي. وجا كونسير في البروستادا وما كيلقاني غير انا واختي وصلت لي بالمناين. المهم إلا جينا على 7 المليون اختك اللي ربيتي فوق 7 المليون ماشي كلاهم فوق كلاهم ونزيدوا على ولادو تا هما فوق كلاهم ولكن هادشي ما نقولوش بالوراق بينا وبينو الدمة. شرع دابا ولينا في هاد الدار ولا بينا وبينو شادشي كنمشي عندو انا في الصيف ولكن ملي كنمشي عندو والله اخي ما تنبخلش عليه ماشي داكشي اللي دجاج ليا اللي زعما اللي كثار مني تنحطو ليه تنحط ليه بالمليون مليون ونص داكشي ماكي كنجي لهنا يلا كنوصل لهنا كيفاش ميساج قالو فيصلو ليا فلوس انا مبقيتش عارفه واش هاد با واش غنبر بيه ونبقى نهضر معاه واش انا فيا لا فوت لا في هو واش انا اللي مبقيتش هضرت معاه كاينه مشكلة ولا هادشي كيضرني في قلبي. انا مبغيتش عذاب الله وما بغيتش قلة البر في الوالدين وسيرتو انا كون قلة البر في الوالدين انا داكشي اللي دايراه مع الوالدين ما عندوش نية حيت قلت لك انا الا جيت نهضر من اجل كذا داكشي طويل بزاف بزاف ماشي مشكل نقدر نسمعوك. لا بزاف بزاف اخي مصطفى بزاف بزاف خوتي كيف ما قلت لك انا كلهم شديتهم حطيتهم عندي انا اللي ديتهم. كان عندي واحد خويا اللي عندي انت تما معاك السعوديه اللي ربيتي اللي خلاتي اللي تولي ديتو عندي هنايا جوج المرات جبتو هنايا السعوديه وخرتها صافي مبغاش يجلس ليا هنايا حطيت 4 المليون باش ندي 6 مليون. قلتي لي كانوا 5 د الخوت ياك 5 د الخوت اللي ربيتهم انايا وفي شحال فيهم جبتي معاك للسعوديه؟ اللي جبت معايا السعوديه واحد ووحده ديتها ل 6 مليون. اها
وحدة مشات للأرجنتين. ها. وحدة كاينة في فرنسا. ها. شناهي أربعة البنات. جوج الأولاد. أيه. وحدة اللي في فرنسا دقيلة شطات ليهم بيرجمون. وحدة مشات للأرجنتين مشات على الله. وجات من الأرجنتين وعشت معايا من 2003 وأنا هزها حتى 2010 ويفدك الدار عندي تنخلصت الكرة والماء والدار داري وهذاك الدري اللي عنده دابا 26 عام ما نقولش عارفين شنو الدري ديال 26 عام مشيت أنا من 2008 داك الشيء اللي داره ما عندوش سمية كاع الشباسات خرجنا منهم كاع الكوميساريات مشيت تشوت وجهي فيهم والكبير اللي كبر مني بربع سنين هذاك كان وخاك هذه الله وخم بلي بقارو بشي حاجة خيبة ولكن هذه الله ما تقرب لك حاجة خيبة هذاك غا كان عطيش ويجات وماكلة وشراب وقاس بالدار والدرية الصغيرة هي هذيك مولات دابا قول عندها شي 22 عام هذيك هي اللي خلات امي عندها 5 سنين نهار جات داتها عندها 18 عام 18 عام جي باش انت تحافظ على دريه وديها امها كيف ما خلاتها طيتو بنت ما يفكازه وليت كنسد الباب بالسياره وتحت وجهكم الشطف شوني على أبا ما كاينش ماشي أبا ما كاينش يا ريت زعما لوميات ولا شي حاجه تقدري تغفري لي ولكن ما كاينش لا عقليا ولا ماديا ولا معنويا ما كيسولش اللي مريض يمرض اللي مات يموت يحمق يحمق اللي بغى يمشي للكوميساريه شري 70 كيا لو دابا هما كيقولوا اش كيقولوا لي امك عايشة حياتها مع اختها مع لا امي ما عاشت امي عاشت حياة ماشي عاشت حياتها كنا عاشت حياتها مو واحد المرة كنا عاشت حياتها عاشت المرض ديال الهضرة الناس اللي كيلقوهم يقولوا راجلك دار راجلك فعل راجلك مشى مع هادي راجلك دار مع هادي يعني وبا باش ما نكتبوش باك من النوع اللي عنده خيانه سيخون امي والمراه راك تعرفها الراجل اللي خانها راك كيكون عنده واحد الحاجه صعيبه كتكسر الشوكه ديالها بزاف هي ولات تقول لك انا فين غنجي واش غنجي انا امراه اميه مخدامه ما قاريه فين غنجي واش انا نجي وتوليو نتوما بخمسه فوق مني اللهم نبقى انا ومحيدة عليكم انتم ما تبرر محيكم هو خدا لانتريد ديالو ما عقلش علينا واصلا ما عقلش علينا من دومي الان ما عقلش علينا عمر ما عقل علينا درهم محتاش ريسكتك اخويا لحنا درهم محتاش درهم محتاش بعيد كبير لا رمضان مرض بالترسة ولا بالمصان كينا غير انا اللي كنجري انا بيهم هما بخمسه انا اللي كنجري بيهم بخمسه ما كاينش ما كاين والو جاب الله انا عطاني الله ولد الناس الزوم معايا الزوم معايا ديال بصح زعما ديال بصح زعما ما كاينش شي ولد الناس يدير هكا عشان ماشي كاع الخليجيين خايفين الناس حجر وطوب كيما كان الحال لا في الخليج ولا في المحيط ولا في الدنيا كامله أنا معك كوتر كوتر يا صديقنا كوتر هي ما زلت معنا يمكن غير كيفية باش كتصدر شي حركة من عندها وهي كتكلم معنا كيمكن هي ما كتوفرش لنا حد نسمعوها كوتر من المملكة العربية السعودية احنا في لقائنا هذا المتواصل امده زمنيا طبعا مع الكوتر مرحبا بك كوتر من جديد
الله يكبر بك أخويا، الله يكبر بك. طبي أنا أخويا هذا هو سؤالي الله العظيم، واش أنا في مشكلتي مع با، بغيت نعرف الناس أنا خايب معاه ولا هو اللي خايب معايا. مك عشت الفترة اللي كنتي أنت في عمرك 15 عام وبقاو معك أخوت، كانت قلتي لي مشات عند أختها لفرنسا، عشت معاها؟ مشات مع الأخت ديالي ولكن بحادثة بإرادة ديال با. على كانت عندك شي أختك، على كانت عندك شي أختك، سمحي لي، على كانت عندك شي أختك كبيرة وكبر منك؟ كبر مني، من مولد 75. وانتي دابا شحال العمر ديالك يا كوثر؟ 34 سنة وعندي تبارك الله 6 وليدات، 4 بنات وزوج وليدات. تبارك الله تبارك الله. الحمد لله. وشحال انتي دابا في السعودية؟ دابا ما شاء الله كل واحد 10 سنين. انتي دابا قل لي ما أثر فيك كيفاش أنه أمك لقات عليك الثقل كامل من بعد ما كنتي؟ لا 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 مشكلة أنا علاش بديالي، يعني وخا تزوج أمي راهي اللي عطات الموافقة للزواج، ولكن علاش داير هاد الديفيرون بيننا وبين الزوجة ديالي؟ علاش حنا مخلينا في جهة وهي في جهة؟ علاش ما كيسامحش؟ علاش ما بغاش يعدل؟ علاش؟ هو اسمح لي، هذيك الوقيته فاش كنتي انت صغيره عندك 15 عام اللي تزوجتي في هذاك الزواج اللي كان غبر فيه هذاك اللي كان على كل حال عشتي مع هذاك العام، واش كان باك ديك الساعات مزوج؟ لا ما كانش مزوج. الاب ديالي ما تزوجش في 2008 هذيك المره اللي جبتها انا مساعده منزليه وتزوجات فيه. وهي كانت عارفه الظروف من قبل. من جيبها قلت لي راه عندي واحد الاب ديالي كبير وراه عندي واحد خويا هو كبير عزك راه خويا هذا كبير زعما الا تبسل عليك ولا شي حاجه جي عندي. وبا ديالي راه كبير اذا تبسل عليك ولا شي حاجه جي عندي. ولكن هي مشات دارت داكشي اللي في راسها. المهم انا ماشي شي حاجه ما عجباتنيش قلت لها بنت الناس عرفقت سيري بحالك. قلت انا ما نخرجش من هاد الدار. صح ويا تقول لي ايه قالت لي ما نخرجش انا تيجي مول الدار. جبا صراحه جبا عيطت في التليفون جا وصل قلت لي با عاد نقول لها تمشي بحالاتها. قالت لي ما تمشيش بحالاتها هزا ومشد المدينه القديمه الدار ديالنا المدينه. قال له ساعه تما يعني فجاب لها سميه. قال له سامعاه من بعد قال لك مرتي هادي جو حيدي والي انت ومرتي بلا ورقة بلا زوج. المهم فينا من شافت هذاك الشيء والدار كانت بسميته جات قالت ليه بغيتي الموافقة ديال الزواج؟ قال لها ايه. قالت ليه هو تعطي لهادي دارها حيت الدار كانت بسميته على الدار ديالك. ورجعت لي داري بالموافقة ديالي. تخيل نتايا مقابل الموافقه ديال باش موافقه باش يتزوج، موافقه باش يتزوج هو رجعت لي انا يا الدار ديالي. يعني وما اداليك في ما يمرض او توقع عليه شي حاجه هذيك مرته اللي معاه كتهز يديها حتى وجهك بحال يديها من الماء ماشي شغلها غير يطيح في الارض كتعيط لينا كتعيط لامي رباكم اللي تسافت الدواء امي اللي تسافت كل شيء. شنا اللي نديرو العمليه شنا اللي نمشيو لوبيراسيون شنا اللي كنديرو كل شيء هي غير سميه مره فقط. والوالد يعني عاجبه الوضعيه وعايش فيها عاجبه وعايش فيها وكل ما زوج كيعرف هو غير فلوس. تقولي با واش ما عندك شي حاجه من غير فلوس؟ فاش راه اليوم الدنيا غدا الاخره اش ما كاينش سماحه وباش يعيش هو باش ما كاين باش كيعيش راه عنده لانتريت ديالو الاخ ديالي برقاري وماشي زعما كاري بشي تمام كاي ب 150 درهم 3000 ريال خلاوه مغربيه كان القديم
داك الشيء ديال كرا قديم الدار تبارك الله كلها مقاده. وزاد كملها وجملها وحط الدار الكونترا بسميت مرته وقلنا عادي حتى مشكل، ولكن غير ابا حنا كنمشي انا كنمشي عندو تنقول ليه ابا راه اليوم الدنيا وغدا الاخره وانت حجيتي وتنقول ليه با اجي عندي اجي عندي انت ومرتك ما كاين حتى مشكل وولدك اجي اجي شوف الدنيا هنايا اجي سير ضرب عمره عاود الحج تقولي انا حجيت اش ندير به كتقصني هاد الهضره اخويا مصطفى كضرني في قلبي علاش علاش ما بغيتيش تعاود الدنيا معانا علاش انت قلبها فين كاين مشكله اش درنا معاك خايب انا جيت ماشي ولادك ولادي هادوك خلاوها هما انا رمهم مهم بيني وبين الله وتنقولها لي دائما تنقول لي با الا درت انا شي حاجه راه ما درتها لحال قبل التحد انا درت عليها قبل بيني وبين الله انا بغيت الله يجازيني في الاخر هادشي بغيت الله يعطيه ليا وكاين الضمير كنت بحال هكا بنت راه ماشي صغير راه انا صغر منك انا عندي 34 عام وكان خاف من الموت كان خاف من غدا يوم القيامه كان خاف من كل حاجه مفضل لي راجل كبير ما خايف من والو كل همك هما الفلوس واش الفلوس كنديهم واش الفلوس كنتكفنو بيهم واش الفلوس غيغنيونا غدا يوم القيامه هبا فلوس والو فلوس راه غير ورقه كتقطع مش اكثر من وسيله للعيش تنقول لي هاد الهضره انت كنتي كتقولها ليا انا النهار حليت عينيا وانا كنحس كتصلي ولكن يا ساره فاتك سجودك لله خوف من الله والخشوع من الله درني قلبي بزاف وما عرفتش شكون نسول اش عيط ديك المره عيط ودرت معاكم ما كملتش كلام ولكن مرحبا اختي حاولت دابا نعاود غير قلت لك والله الربع من وقع الربع من وقع ما انا جيت نهضر بزاف بزاف مسامح فينا من مشات امي امي هي اللي كاين معانا بكل صراحه وهي اللي بقات معانا حتى دوك الاولاد ولكن با مبغاش يتبدل انا كل مره كنقول غيتبدل كيما انا تنقول صافي حتى منكم راه ما عادش معاكم لان حتى هي مشات وخلاتهم لك ولكن اخي ماشي خلاتهم ليا الا بغينا الصراحه راه هو اللي كان يقول لها سيري قال لك جدي الله يرحمه مشى عنده با وقال لي عيط لبنتك باش تجي قال لي انت اللي قطعتيها الواد وانت اللي تجيبها منه هو اللي طمعها هو اللي كانت في عيني الخيانه وقال لها سيري وقسي عام باش تري الوراق اما الراجل اللي عيني في مرته ما يخليها حتى شهر ماشي غير عام اخي مصطفى انت فاهم اكيد حتى الناس المستمعين فاهم طبعا طبعا الناس كثير استوعبوا كلامك اكيد هو كان عنده واحد الرغبه في ما عرفتش كان عنده نفور منها ولا كان عنده رغبه وكان عمره ديك الساعه 40 عام باغي يتزوج شويه ولكن ماشي على حسابنا شنو دابا ماشي حنا دابا انا هي اللي ولا عندي هذا المرض بحال هكا ما بقيتش عارفه اشنو ندير المهم لا انت لا مراتو لا خواتاتك ملي تسوات الوضعيه ديالهم الحاجه الوحيده اللي كيعرفوهم فيها الا كان عنده شي حاجه لشي حاجه يعني شي محتاج شي حاجه ماديه لا هو اصلا كيتصل بك غير الفلوس صيفط لي انت صيفط لي الاخر صيفط لي هذا صيفط هذا صيفط هذا صيفط هذا قلت لك امي كتصيفط مليون مره ومرته من كيطيح كتخليه في الارض الله يسامح ليها
بينه وبين الله هذا كتخليه فلاط كنجيو حنا حنا نجيب لومبيلونس اللي طار من فرنسا اللي طار من السبريون الملايين حنا كنصيفطوها اما هي كتقول لك انا ماشي شغلي ماشي شغلي لانتريت كلشي ك هذا ماشي فلوس تقاعد فلوس ديال الشهر هي اللي فيديها وكنمشيو تمايا هادي تعطي 80 انا الاخرى تعطي 60 وحده 40 وحده 20 هو كيشدهم كنقولوا ليه با عافاك الله يجازيك بخير ونحطهم في البنكه باش تشري دواء باش الى وقعت لك شي حاجه تلقى تحت منك شي حاجه وتهزهم الصراحه الدكان تعطيهم لمرته مرته ما عادش فين كان خويا لا العم بينه وبين ربها ما عادش فين كتحطهم ما يضربش لك الشهر يعيط لك صيفطوا ليا وحنا راه بزاف وصيفط صيف وانت كتشد تبارك الله 90000 ريال بوحدك وكاري غير 3000 ريال وعايش غير انت وما ودري فهمت يا خويا وبزاف وبزاف وقالوا صيفطوا لك حنا الملايين اش كدير بهم كنقولوا ليه جي تحج هنا جي الدور لهيه في فرنسا تعالج في السبريون عند مرتك راه كاينه ومشكلة مي ما بغاتش تطلق معاه مسكينة قالت خليه بينو وبين الله ما بغات تطلق ما بغات تزوج وكاين هو ما تعرف الفلوس وبزاف حوتاني ومني كتواجهي مني كتواجهي بعد الحقيقة اش كيقول لك قلت لك انا من النوع اللي ديرت كنجي كنعطيه كل حاجه حيت انا كيف ما قلت لك عندي الاسود والابيض ما عنديش الرمادي نو ريبوند لا تعليق ما كيجاوبش هو كيجاوبش كيتك الجواب كيدخل لك هادي بهادي الضو الماء عندي الكريدي ودايما عنده الكريدي عنده 77 كريدي اخويا عمرك شي واحد ساري المقالي ب 50000 ريال مقالي مصطفى مقالي ديال الطياب ب 50000 ريال مقلاه ب 50000 ريال غير ربي غطيب فيها هادي ربي قلت لي عافاك با الا ما قلتيش غطيب فيها حنا ناس بسطاء على قدنا ياك تنطيبوها كسكسو مطيشة البيض 50000 ريال شنطيب فيها انا الكافيار لونغوس وشوف انت شنو دير اخويا شوف انت بنادم يمشي على قدو يواتي انا راه هنا في السعودية وغدا على قدي والحمدي غدا على قدي وعلى حمدي وحمد الله عندي ولا ما عندي مراكو مراكو حيت بنادم راه ماشي غادي اش راه ماكلا غير في الحمام خلاوها في الطواليت بنادم يعرف الله يعرف استغفر الله راه غير الكيسان ديال ما تزمزم راه تتعمر لك كرشك واه بنادم اش واش انت ما عرفتش شنو طلامك اللي بغيتي دير واش تدلك في الحيط اللي بغيتي دير اش شي مولانا شنو نديو هاد الشي قال لك كبر الحياة ماشي قال لك فيلة الحياة اقبير ديال الحياة ادويرة بنادم الى خداو ديالو شنو بالله فيها دابا تيبقى السؤال ديالي يا خويا والله الا تحبيتكم فراسكم لا بالعكس بالعكس كثر لا بالعكس الله يكثر بك اخويا لا بالعكس وصلتي لنا رسالتك ووصلتي لنا الاحساس ديالك اللي يمكن ما يقدر يمسحوا لا تاريخ لا حتى حاجه تقدر تمسحوا لانك انت واحد البنت عانيتي من 15 عام من 15 عام وزديتي خوتك 34 دابا 34 سنه واحمد الله وربي جزاني جزاني بزاف جزاني بزاف وليداتي جزاني بزاف فهاد الراجل لقيته معايا كيف ما قلت قلبا وقليبا لقيته معايا بزاف مستحملني بزاف وخا كنعصاب وكنتعصاب وكنغوت وكيفهم الوضع ديالي هز معايا حمل ثقيل
ما ثقيل باش تجي خوتك ما كاينش لي بزاف ما يزونش معاك. جابني لهاد البلاد الحمد لله وتنقولها تنقول الحمد لله حد جبتيني استرتيني هنا جيت اجدرت دايره نقاب دايره حجاب عرفت الله عرفت صلاة عرفت قيام عرفت تلك شوي وخا اي هادشي راه كاين في المغرب ولكن هنا كاين واحد الخشوع اكثر وانت عارفه شنو صار ومرحبا بك الله يبارك فيك بارك الله فيك إن شاء الله. المكان والله العظيم ان شاء الله تعالى باذن الله انا هذه السنه ان شاء الله غادي نكون يا ان شاء الله السنه الفايته كنت يعني في الحرم المكي ولا حتى في المسجد النبوي وهذه السنه ان شاء الله نشتغل مع المستمعين ان شاء الله على اساس انه ان شاء الله ناخذ العطله ديالي ناخذ فيها قسط ان شاء الله من اجل العمره عاود من جديد ان شاء الله تعالى باذن الله. ما كنصا ورا دابا رمضان دابا راه الحج هذا ما كاين عمره وهي عمره قبل رمضان لا رمضان إن شاء الله هذا العام غادي نشتغل بإذن الله إن شاء الله تعالى بإذن الله. قلت بعد رمضان رغيت الحج يلا يلا أسأل الله ذلك إن شاء الله تعالى أسأل الله ذلك بحول الله إن شاء الله آمين وكنتمنى من كل المستمعين يكون عليهم إن شاء الله الشهر مبارك شهر رمضان مبارك هذا رمضان الأشهر الحرم هذا أكيد وغادي يدخل إن شاء الله علينا بعد رعزة غادي يدخل علينا شعبان ورمضان ونكونوا إخوة في الله إن شاء الله ومتحابين ومتصادقين مع بعضنا إن شاء الله وكيف ما كيقولوا ماشي غنمشيو نديرو تجميل لوجهنا غنديرو تجميل لقلبنا نحيدو منه الحق نحيدو منه الكره غادي نحطو فيه التسامح والرضا ولكل المغاربة اللي كيسمعونا ما شاء الله والمسلمين أكيد إن شاء الله حيت ما شاء الله صدى ديالكم راه وصل بعيد الله يكرمك لله بارك الله شكرا لك يكرمنا وياك الله يبارك فيك شكرا لك يا صديقنا حياك الله من المملكة العربية